السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ، تفضل. هل يجوز، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد أذكار الصلاة، بعد الصلاة المفروضة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، سأل ربه يعني بعد الصلوات المفروضة، بعد أذكار الصلاة. يسأل أخوكم عن الدعاء بعد الصلوات المفروضة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلوات المفروضة؟ أقول نعم ثبت، لأن كلمة أستغفر الله دعاء، دعاء بالمغفرة، والنبي كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وكذلك التعوذات دعاء، دعاء بصرف الشر، اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن إلى آخره، دعاء بصرف الشر، والنبي كان يتعوذ دبر الصلوات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خلافا لابن تيمية الذي قال دبر الشيء منه في هذا المقام أو جنح إلى هذا. قل لا، لأن النبي قال: معاقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيح دبر كل صلاة، الحديث. فدبر الشيء وإن كان أحيانا يكون منه، لكن أحيانا يكون عاقبه أيضا. قال رسول الله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أضف إلى ذلك تفسير بعض أهل العلم لقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، قال عدد: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. كذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فمع المسارعة في الخيرات دعاء، وعاقب الخيرات دعاء كذلك، والله أعلم. والله قال في آية في الحج: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وردت رواية أخرى، لكن أحيانا جاءت قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو من غير البراء، والله أعلم.